مبارك زود طال عمرك. الحمد لله على كل حال. قبل شوي لعبنا الجماعي حققنا رقم قياسي زين بالنسبة حق فريقنا دقيقة وخمسة. طبعا هذا أول رن لنا في الجماعي وباكر راح نكمل إن شاء الله تصفيات اللي تأهلنا لبطولة العالم بإذن الله. طبعا بالنسبة للفريق اللي مشاركة وايد العدد كبير وباكر بإذن الله يبين إذا كنا إن شاء الله متأهلين بإذن الله. معنا البطولة وايد قوية من أقوى البطولات اللي لعبنا فيها صراحة ولاية ألاباما بطولة العالم إن شاء الله باكر بإذن الله.